الكره ما كاينش المناظره. عاد لقطه زوينين، فيديو زوين داروا السيد هذا وليد ما شاء الله عليه، عنده انستغرام طالع شي مليون ولا ماش داكشي. المهم ما شاء الله عليه راه ديجا هو شحال مره تيهضر، هو حتى تي يلعب كره، وكما قالوا ليه الدراري ان شاء الله ان شاء الله يلعب في المنتخب من القدام. الدراري غزال دوز عند واحد الفرنساوي راه معروف ديما تيهضر على المغرب. Le Maroc, les Marocains ont un grand cœur et je vous le prouve sur cette vidéo. Regardez. Avec des touristes français, c'est vraiment magnifique. Il y a qu'au Maroc qu'on voit ça. Le mec, il va chercher sa combinaison pour plonger dans l'eau. Il va chercher les clés. Le mec, c'est un warrior. En plus de ça, il fait le show. C'est vraiment magnifique. Il va rechercher les clés du couple français, des touristes français qui ont perdu les clés dans l'eau. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Vous savez que c'est des voitures de location en plus qui coûtent une blinde. Là, franchement, moi, à la place des touristes, je donne un bon billet, tu vois, de 50 balles au gars qui a plongé dans l'eau, parce que véritablement, c'est un champion, c'est génial ce qu'il a fait, c'est une super bonne mentalité, les Marocains toujours au top, vraiment, je vous aime. Dim Maghreb. الا شي وحدين انا باقي لقطات زوينين على المغرب ما شاء الله. ارى لي دليله تتهضر على ولي العهد علي الحسن بجماعه المهارسه ساحل الاقليم الجديده على انطلاق اشغال انجاز محطه تحليه مياه البحر للدار البيضاء اللي كتعتبر هي الاكبر على مستوى القاره الافريقيه، واللي غتنتج سنويا 300 مليون متر مكعب، واللي غتستافد ساكنه كتقدر 7.5 ملايين شخص. وكيشكل هذا المشروع جزء مندمج في محور تطوير العرض المائي في اطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشرب ومياه السقي 2020-2027 اللي تلقوا الملك سنه 2020. تحياتي لكم، الله الوطن الملك. ايه عيد وزنا هذا الفيديو نتاع دليله تتهضر عليه حتى هي على الموضوع بعجاله وبيان سور بتوضيح اكبر، حيت ديجا دوزنا الفيديو في الفيديوهات اللي فاتوا حاجه عاديه. اي لقطه جديده نتاع ولي العهد مولاي الحسن تتلقانا من الاولانيين اللي تنبارطاجيو، وندير لكم واحد اللقطه زوينه عجبتني. تصوروا معايا الفيراري تجي تصور اشهار في المغرب. شافوا معي من الاول خص تكون زميلتك المغرب. وقناوة عندها ديسك ديال ام راح انا متعلقين. عشنا وشوفنا ما احنا ناسين. زغريدة المغربية
هادو قناوة فيزيون. وي ماشي الجروب نتاع قناوة فيزيون، زعما ستيل ديال الموسيقى قناوة فيزيون، حتى تكون فيزيون ما بين تا قناويت وما بين الجيتار بيان سور الغربي وما بين ايقاعات اخرين غربيين ولا افريقيين تحت الصحراء. المهم الفيراري نشوف واحد المخترع مغربي، هو واحد الاله ديالنا، هذه الاله كتنتج الماء من الهواء، يعني ماشي من الضبابة، من الهواء، يعني الهواء العادي كتدخلوا الاله كتكوندونسي وكناخذوا منه كننتج منه الماء، وهذاك الماء كنشدوه كنتريتيه وكندوزوه على فلاتر ومن بعد كنخرجوا به الماء صالح للشرب. اليوم الاله اللي عارضين كتنتج 100 لتر كل 24 ساعه، كنهضروا على 100 لتر صالحه للشرب. وكنحاولوا اننا الان حنا في صدد التطوير اله اخرى اللي كتوصل الانتاج ديالها حتى ل 1000 لتر في النهار، يعني 1000 لتر، واله اخرى كتوصل ل 10000 لتر في النهار. احنا دابا الطموح ديالنا اننا اولا نحاربوا هذا المشكل الكبير اللي كاين ديال نقص المياه، حيت كما كنعرفوا كاينين انواع المياه اللي كاينين زعما متوفره هاد الساعه، هي تحليه مياه البحر اولا المياه الجوفيه اولا المياه ديال السدود، يعني سواء كنحفروا الابار سواء كنشدوا البحر وكنحليوا الماء ديالو اولا الماء ديال السد اللي كنلقاو عندنا في الروبيني. ولكن كاينين مناطق اللي ما عندهمش، يعني ميم سي كيحفروا الابار اولا هذا ما عندهمش، ما كيلقاوش الماء. الاله ديالنا هي زعما بلوك اند بلاي، غير كدير البريز ديال الضو وكتشعل لا ماشين 24 ساعه كتصايب لك تقريبا 100 ايترو ديال الماء في ان طو دو ميديتي ديال 80%. وقداش ما قل هذا لو طو ديال الميديتي قداش ما كتقل كميه الانتاج، يعني تقدر توصل 70 ايترو 75 على حساب الميديتي. حنا الطموح ديالنا كما قلنا اننا نشوفوا هذه الاله اللي كتصايب طن الماء في الشوارع ديال الدار البيضاء في المونديال ديال 2030 اللي غيتقام بالمغرب. يعني بغينا نشوفوا ماشي غير في الدار البيضاء، يعني بصراحه في جميع ربوع المملكه تكون هذه الاله هذه، باش كنبينوا اننا زعما حنا كنواكبوا التطور هذا ايتترا ايتترا. ما شاء الله نقطه رائعه هذه جدا، ان شاء الله من هنا لقدام تكون واجده. علاش بنا نتسناو حتى 2030 ان شاء الله؟ علاش لا، حيت لقطه جميله هذه جدا بيان سيغ، الماء من الهواء ما شاء الله، ودايره بحال شي بحال دوك الخصات البلديه القدام اللي تيتباعوا باقيين حتى دابا كاينين موجودين فيهم روبيني فلوس زعما تيخرج داكشي زوين ما شاء الله. ان شاء الله هادشي يكمل. ورا نجبد لكم واحد اللعيبه قديمه، واحد الفيديو قديم نتاع الزليج المغربي. انا دابا نعاود الفيديو، شوفوا معايا تيطوان في 1934 ما شاء الله. انا هوبلا شوفوا معايا الفيديو. Nous prenons le temps pour faire les choses comme il faut les faire. Nous avons l'amour des choses bien faites. Au Maroc, nous aimons ce qui est parfait. إيه أوي الزلاج المغربي. نشوف واحد كيفين غيتس، ما عرفتوش عرفته، واحد الرابور امريكان. سلم سمعوا معايا هاد اللقطه. Asking God to cleanse my scars and turn my pain into passion. Forgave myself for past mistakes. I'm not afraid to look back. I see us when we were children. When my children look at me, know there's gotta be a God. Cause he protected my family. He protected my family. In the kingdom of Morocco. I find myself in the kingdom of Morocco. In the kingdom of Morocco. اوكي عاجبين نقولوا مرحبا مرحبا، راه الحماق شويه نمشيو عند بنسنس. يا ربي نتلاقى مع الشجاع، يا ربي يا ربي، 2 متر مين من ضرب واحد فين واحد فين يتعوق اصلا هو معوق. ايه هادي واحد الكوميديا في وسط الفيديو. ندوزو عند واحد الكوميديا اخرى من جهه اخرى، ما عرفتش الصراحه هاد الكوميديا واش تضحك ولا تتفقس ولا تتقلق. شوفوا معايا هاد اللقطات. المهم نبداو بعدا، هما لقطات الباك بزاف، تنهضر على لقطات الباك اون جينيرال بزاف، شي حوايج تيفقسو شي حوايج تيضحكو الشباب ديالنا.
المغاربة تحمق. نشوفوا على السعودي. السلام عليكم. السلام. صعيب ما عرفش ندير. صعيب ما عرفش ندير. ارجع للسعودي. صعيب قال قالوا لي ارجع للسعودي. صعيب قال لك ما عرف ما يجي. كنت ساكن في السعودية. كنت ساكن في السعودية. تولدت تما. تزاد في السعودية. راه خفت انا نتعصب صدق شارب في راسي. مع الناقة. قريت تما. السعودية قريت تما. هذا أول عام ليان. أول عام ليان. شنو هو الفرق ما بين السعودية والسعودية؟ السعودية سهلة ماشي بحال هنا. السعودية سهلة ماشي بحال هنا. فرض السعودية سهلة ماشي بحال ديال المغرب. علاش حيت عندهم فروض على الناقة. شادتين فيه والله إلا شادتين فيه والله. جيت ولدي جا واحد ثاني. حرق. حسن العيدوز. صيف. ولا أنا ما عرفش ندوز. شنو عارف؟ شنو حطاك؟ الفرد. ست الورق انا خرجت الورق الاولى راسو ديال الورق الخيارات غير خيارات توريك قمرش قمر ست قمر راهن لا تحس الحياه هذه يعني وتجف هذه الجهه دوره كامله من البارح ورقه ديال السابق اللي تخاوي ها وقلي في السابق اللي تخاوي ما واسمع ليا الناس ديال السعوديه قراو في السعوديه ملي جاوا هنا المغرب قال لك كلشي صعيب في المغرب الحمد لله هادشي اش تيبين تيبين النيفو ديال الباك ديالنا انه راه نيفو مجهد هادشي عارفينهم شحال هادي احسن من فرنسا في النيفو واحسن من بزاف الدول في النيفو ديال الباك دونك بيان سيغ داكشي ديالنا تيكون شويه صعيب ولكن الحمد لله ماشي معني تاش كاين نجاح كثير جدا كاين الدورات الاستدراكيه وكاين اللي تيعاود العام حاجه عاديه وجد ولا ما توجدش هادشي اللي كاين وهداكشي تاع النقلات هذا ما بغيتش ندخل في المواضيع المهم انا نتكم كواحد الشينويه واحد الشينويه شفنا سعوديين شافوا شينويه صراحه كتستاهل